السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا في بانر لورد 2. ختمنا الحلقة الأخيرة للأسف بفشل خطوبتي الأروى. أروى هذه بنت أدرم، رحنا كلمنا أدرم وحطينا له قرابة 10 حمير، ولكن ما أدري ليه رفض صراحة. يعني إحدى أهم الكومنتات اللي جتني بشكل مختصر أني لازم أروح أتعرف على البنت أكلمها هي براسها، فهذه احد الشغلات اللي ان شاء الله راح نسويها. وقالوا لي المهر راح يكون 1000، يعني شيء تافه. حنا عرضنا له اغراضي، كل الانفنتوري نزلته عنده مع الفلوس اللي كانت معي وكان رافض. فتخيلوا الواقعيه في اللعبه، اذا رحت قردنتها وعجبت فيني راح تقبل ب1000 دينار المهر. فراح نجرب باذن الله، هذه احد اهدافي في هذه الحلقه. فشكرا للامانه على كومنتاتكم كلها، ما تحضرني ولكن اكيد راح تشوفونها معروضه على الشاشه، وهذا والله اقل شيء اقدمه لكم واشكركم على هذا الدعم. المهم مالكم بطوله يا شباب، شاركت في بطولتين، جيت قلت قبل لا اصور الحلقه كذا بسخن بضبط الامور، برفع الانفلونس او النفوذ بحيث نقدر نستلم مبالغ اكبر. حاليا على النفوذ 9 نستلم 120 على عقد المرتزقة اللي معنا، وجبت لي شوية غريمات كذا ببيعها مش للمهر والله، وجبت لي شوية عنب على أساس أني أبيعها للعرب. وجهتي كانت للعرب بسبب أني أخذت لي كويست من حبيب القلب تيس، طلب مني تيس أني أجيب 4 جمال اسمه تيس، طلب مني 4 جمال، فظاهر أني لخبطت ورحت جبت 4 خرفان. فالمهم وجهتي كانت إلى هنا لين ما توقفت وقلت لا يا حبيبي لازم ابتدي الحلقة بسبب الخبر اللي بتشوفونه الحين على الشاشة. اول ما وصلت الى هذا المكان، يا طيب ظاهرنا اوكي بتشوفونه بعد شوي، ما علي صبركم يا شباب. شوف هنا يقولك اسيراي ستارت، لا هذا اجتماع العرب، بس في خبر ثاني بتشوفونه بعد شوي ان شاء الله احصل. ايوه هنا الكمل اللي يحتاجهم. دقيقة، هو كم بيعطيني على الكويست عشان نحدد الميزانية؟ يعني هو بيعطيني 2100 على 4 جمال. طيب تعال نشوف الـ2000 هذه. أرخص شيء عنده اللي هو باك كامل، تقريبا هو ما يباه الحمول، بعدين عددهم 2 فهذه مشكلة. أتوقع أني مجبور أشتري الـ4، إن شاء الله أنهم ينحسبون. الـ4 هذا اللي بـ900، فربح طيب صراحة إذا راح ينحسبون في الكويست. للأسف 0 من 4. جبت لك الوور وجبت لك الباك كامل، شوف الحين أبيعه برخص. راح اخلي الحربيين، بخليهم كلهم صراحه، ودي اشوف احد من طاقمي او من الجيش عندي صراحه فوق الجمال بيكون شكله رهيب. طيب راح اشطح الى احد المدن الثانيه او القرى هذه اللي عندهم الخيول او الجمال، ما في الا ارجع هنا نشوف في اي باندت على طريقنا كذا نلهفه على السريع. عندي 40 جندي وراح تستمر او راح يستمر التطوير باذن الله. بالنسبه للزواج، في الحلقه الماضيه للاسف اخوي جاه عرضا طيب ورفضته صراحة، كان ودي بتأجيل ولكن ما كنت أعرف أن الخبر خلاص مجرد ما أنه جاء ضغط ديناي تقريبا وراح علي صراحة. من أقوى الملاحظات اللي جتني في الكومنتات أن شخصيتي نفس التطويرات هذه، لازم أني أنا أطورها لأخواني أو الكومبانيان اللي عندي أو الرفقاء. فتخيلوا 25 نقطة، قبل شوي كانوا 50 تقريبا، وقدرت أني أعبي هذه الشغلات كلها. فاختصارا لمدة الحلقة حبيت أني حطيت الستورد مثلا السطر اللي تحت كامل، بحيث أني أنا بشخصيتي برجع بعطيها السطر اللي فوق، ونكون أنا وأخوي كذا مكملين لبعض في البارتي. فغالبا أنه بيبقى أخوي معي في البارتي، ما راح أفصله، لكن الكومبانيان اللي معي ممكن أحطهم في كرفان ولا أعطيهم شغلة كذا، عرفت؟ الكرفان اللي هو نفس المحل كذا يتمون يتاجرون. طيب وصلنا عند الخيول هنا، باي برودكتس. اوكي هو يريد الكامل وبس، يخرب بيتك يا اخي، ما عنده الا واحد هذا. وعطنا الزبده هذا اللي عندك والجبنه بعد، خلنا ننوع على شو اسمه تنويع يا شباب. والله نفس اللي كان يتابع معي سلسله بانشت السلسله الماضيه، كان التنويع يجيب السعاده، نفس الشيء هنا، تنويع يجيب السعاده للجيش، فلا بد انك تنوع. هنا في منطقه برضه الخياله، افا ما عندي فلوس. الخرفان هذه شاريهم ب900 تقريبا، والله حلو، ببيع للخرفان وحصلنا لنا مكسب. جبت الخرفان طبعا من فوق، من هنا كانت في قرية صغيرة. هذا المشن واضح انه بمشورني، وللأسف ما في اي باندت على طريقنا. ايوه اوتكاست جاي يكلمني، ماي لورد اريد اكلمك، رواتب الجيش متأخرة، انصحك انك تضبط امورهم قبل لا يهربون، خصوصا لو قرروا يهربون اثناء الحرب. قلت له خلاص ابشر. انكريس باي 13، اوكي علاقتي زادت معه بسبب ان جالسين نتفاوض انا ورفيقي. باي برودكت هنا ان شاء الله نحصل، ما عنده الوور والباك. اوه نسيت مرويكم، ايش رايكم بالكتف الجديد هذا؟
الكتف القديم ما بعته عشان أرويكم الفرق. لا صح لبست أخوينا هذا. شو هذا كان يلمع بس هذا 20 وهذا 31. البدي يعطيك 13 والارم 6 بينما هذا كان ما يعطيك بدي ويعطيك ارم 7. ولكن ضابط صراحة على اوتكاست يمشي اموره. الحلو في الموضوع الليفلات هذه كذا تعطيك نظرة سريعة على قوة اللوت. مثلا يجي عند هذا يبين وين الضعف اللي مفروض ان يطوره. مثلا هنا تحتاج شيء اطور له اياه. الشوز اكرمكم الله هنا نفس النظام. الهلمت هنا ناقصة. فالليفلات هذه شيء جميل. وعلى طاري الليفلات جيت انا الموسوعة هنا يمديك تحدد مثلا الارشرز بين الممالك كلها من اقوى واحد من بين الممالك. فطلع لي البتانيان تير 6. تخيلوا يعني مفروض اني لو ابغى اقوى رمات الاسهم شوفوا 260 عنده البوع. المركز اللي بعده يجي متساوين تقريبا كلهم. عندك منهم الاسيراي اللي هو 160 واللي بعده 160 كلهم تقريبا 160 لكن هذا 260 فرق 100. تخيلوا قوة البتانيان في رمات الاسهم. فاذا قربنا حولهم وحصلنا واحد من الهايبورن وورير او هايبورن يوث راح ناخذه باذن الله. ممكن تجي تشوف المشاه نفس الشيء. المشاه فيه اثنين عندك الافضلية. هذا لا مدري صراحة تابعين لمين كذا تحسهم لحالهم. عندك الون هاند 240 يعني اقوى شيء في اللعبة تقريبا الون هاند 240. وهذه كانت نظرة سريعة. ستيوارد زاد عندي بسبب ان سويت محاكاة سريعة اللوترز منهم 6 كانت خيروا وزاد عندي. لازم اني احرك الجنود استغلهم ولا رواتب على الفاضي كذا. يا ولد هذا من جد يعرف السوق وش ناقص. ما انا محصل كامل. تعالوا انتوا تعالوا. وين وصلنا قريب اسكر والله وصلنا. على طاري اسكر خلنا نشوف المحلات. شوف هذا اللي تعطيهم كذا محاكاة سريعة. مات عندنا اسيراي مملوك سولدر. يبالي يطورهم البقية اللي مش متطورين عشان اللي يموتون علي. حلو انفلونس 1.8 بس عشان اقتل 7. خلنا نشوف بني هوتيف. بني هوتيف الخبر يا شباب اللي كنت اقول لكم عليه اللي هو اعلنوا الحرب. هم نفسهم هذا لا اي نعم اعلنوا الحرب. اللي في الحلقة الماضية اخذنا السلام معاهم مع عهدة السلام فرجعوا للحرب. والله وقفت قلت لا يا حبيبي هنا شو اسمه تبتدي الحلقة. لعل وعسى نشارك في ايوه حصلت 3 كامل الحمد لله خلصت المشن. هذاك تقريبا كان 300 وهذا 400 يعني قرابة 700 حصلنا ربح قرابة 500. للأسف ما عندي فلوس ولا ودي اخذ صراحة بس بما اني وصلت هنا خلنا بشتري اللي اقدر عليه من الديزرت هورس. لو خلنا نتاجر الصوف هذا ب 400 جبته حلو وثلاث اضعاف ينباع عندهم صوف في اسكر. جبته طبعا من فوق. الملح اكيد فيه فايدة منه. خلنا نبيعه كله. احلى زر هذا سل اول تعطيه كذا ضغطة زر. هذا الحدايد الباقية او الاسلحة بطلع منها 10,000 رف ايرون 1000 2000 سولت من الملح والوول ب 1300. بدخل عند الحداد نحلل شخصيتنا لسه تعبان من الحلقة الاخيرة. خلنا نحلل هذه في انها تحولنا فما في هارد وود. الهارد وود هذا خشب فلازم اني يوم اروح عند الغابات فوق اشتريه بلقاه برخيص. المهم عطنا ديزرت هورس الحين خلنا نقول 5,000 6,000 يا رجال خلها 9,000 50 حصان بالضبط. مشانات كثير هنا موجودة. رو ماتيريال يقول لي غالي المواد الخامة هنا. سكورت عطنا السكورت 500 بس يلا عزيز السكورت. بس لو نعطيه الت كليك يسار شو اسمه كليك يسار ايوه والله اللوترز ما يروحون. ايوه دقيقة كرفاني واربرتي لا على بالي هذا الخبر اللي كنت انتظره. جاء المرج اوفر مرج مرة ثانية يا شباب. ما هو بوقته والله يا حبيبي. انا كنت ممشي الوقت. شلوهم بريزنرز صح 27 واحد منهم والله ما تروحون. علاقتي طاحت. كنت اقرأ خبر الزواج هذا حق اخوي النشبة. اوكي الحين انا فهمت سؤالي في الحلقة الماضية اقول ليش تروبز جوني كذا يوم قتلت الباندت العاديين لانهم ماخذين بريزنرز فكانوا ماخذين سجناء. فانا يوم اجي اخذ من قطعين طرق هذا السجناء يعتبرون تروبز لانهم في الحقيقة كانوا تروبز ما كانوا مجرد قطعين طرق. فهذا قطعين طرق تحولوا الى بريزنرز 13 واحد. فممكن اضيفهم الى قواتي بدون اي مشاكل بدون اي نقص في المعنوية. منهم 6 يا سلام خيالة كلهم بالفؤوس الظاهر وما يمديهم يتطورون 250 110. باخذهم مؤقتا بما اني عارف ان في حرب مقبلة. والله اذا هم بيرسبنون من هناك وبيمرون على الجسر هذه لقطة بسيطة سهلة جدا.
بخليهم بس ينتظرونهم من هنا على الجسر. مقبلين من هناك ولا من وين؟ وين الحلوين؟ اي والله توقع طريق واحد بس اعطاها ادريون. لا والله في طريق لهم ثاني. ايوه خلينا نجرب هذا رمى تسهم. ايوه احلى تلفيل هذا. هو على طاري الفؤوس اللي اخذهم اللوترز هذا اللي بيفيدوني فيه ميشن اخذته ثاني اذكر يتطلب مني 11 فاس اجيبها الى فيستروم. فيستروم تعرفونها اللي اخذناها من الحلوين هذا اللي هي هذه هنا. والله يا اني بعت قربت سنه حلو في بطوله. وعلى طاري البطولات يا شباب الحلو في الموضوع ان العالم هذا كله فيه تراك. يعني مثلا الحين المركز الاول شت 52 هذا طار. البقية المركز الثاني والثالث تقريبا متقاربين. انا وصلت عدد بطولاتي 19 فوز. فاذا جبت المراكز الاولى اللي متاكد منه المركز الاول. شو الواقعيه كيف في اللعبه؟ ان شهرتك تزداد كل يوم من غير لا تسوي اي شيء. هذا بسبب انك الاخبار كذا يتكلمون عنك وهذا فتزيد شهرتك مع الايام. وهذه شغله حلوه صراحه لكن يبي لها شويه وقت. 52 بطوله والله جدا كثير. سكيل شولدر طبعا انا ما ودي شو اسمها اطول السالفه. اجيب لكم بس لقطات من البطولات اللي اشارك فيها. يعني مثلا وانا انجلد كذا ما اجيب لكم لقطات. بما اني وصلت السنالة خلينا نشوف المحل الطيب وش صار عليه. اللي في السنالة يجيب لي 56. طيب الثاني اللي في اسكر قدمت وقت كثير وعنده جرين اموره طيبة. لعل نعطيه وقت اكثر وتنحل المشكلة. خلينا نفتك من 25 سجين هذا اللي عندي. 898 عندي شيء مهم منهم ما اتوقع. هذا تير 4 ممكن يوصل في الرماح ب 260 اقوى ما يكون في اللعبة. طيب شكله والله الظاهر اني بخليه هو الحالة. ومن ناحية معنوية الحلوين حنظبطهم وندخل ناخذنا بيرة كذا من المعصرة حقتي واطربهم والامور طيبة. السلام عليكم. والمعصرة حقي لو سمحتي اعطينا واحد بيرة له انتي الحين اعطيتيني والله حبيتها صراحة. I like to serve to all my men. اعزمي الجماعة كلهم كم؟ 60 شيل 60 very generous of you. كرم منك والله good health. انا اشهد انه good health. فالحين معنوية البارتي كلها بتزيد يا شباب وبيدخلون الحين اي حرب بيرموني انا بالاسهم من قوة التركيز اللي جاهم. وين بروري حقي هذا؟ بشوف الزباين. ما شاء الله لا واضح ان المدينة صراحة فيها شعب. هذه معصرتي يا شباب يا مرحبا بكم في اي وقت. في صورة المعصرة فوق ايه الكاسة عرفتوها هذيك شوب وركر. لازم نرفع معنويتهم. كيف الامور عندك؟ الامور تمام. الله الله ها ما اوصيك. هذا مخاويني ناشب لي في كل مكان. شوب وركر شوب وركر. حلو في مهارة عندي تتطور اللي يا سلام في البوء. البوء عندي الدقة ممكن ازيدها او سرعة الريلود 25% يعني الربع سرعة الريلود ما فيها كلام. الرايدنج برضه زاد عندي. الحمولة 20% او السرعة 30%. خلنا في السرعة. الحمولة ما عندنا اشكالية فيها ان شاء الله. طبعا جتني نصايح كثير على الحداد انه يدخل ذهب وما في احد ينجح في اللعبة الا وهو ناجح في الحدادة. فخلونا نضبط الحدادة. اول شيء نمسك الحلوين هذا لنكرفهم يحولون الهاردود الى شاركول. وبعدين اجي انا ونفكك الاسلحة اللي عندنا. هذه كلها ما اتوقع ان نحتاجها. الهتاش هذا اكس اكس نخليه للمشن. والايرون هذا نفككه. نيو سميثنج بارت شوف مفكه. هذا خلص هلثها او الاستمنة حقها. لا والله خلص علينا شو اسمه. اوكي ما عليه نجي نسوي نشوف لنا شيء يجيب لنا هارد وود. هذا يجيب واحد هارد وود هذا اثنين. في احد يستخدمه؟ هذا يعطينا كاتب لك انا بلس خمسة. والله حلو شغلات طيبة. طبعا هذه تنباع بسعر غالي. شوف وجالسة تنفتح لنا شغلات وحنا مش جالسين نسوي شيء. البامبو اكس تذكرونه يا شباب يعطيني جولد الظاهر او ستيل. ما في جولد. في ثلاث انواع من ستيل. ستيل وفاين ستيل وثم سكين ستيل. واللي قبله ايرون ورف ايرون.
تقريبا كل ما مشيت هنا هذا اغلى شيء وهذا اغلى شيء، بعدين كذا تدريجيا، لان هذه شغلات تعطيك هذه الشغلات على اليمين، ما عدا هذه شغلتين الثنتين اللي قدام. مالكم بالطويله، انا ودي اخذ شخصيتي واخذ لي اوردر من اهل المدينه. حاليا يعطوني مبالغ بسيطه، شوف هذا يعطيني 3000، هذه 219. طيب خلينا نشوف ايش نقدر نسوي. 219 الديفيكلت 33، انا لسه شخصيتي 21، فالظاهر ما بنضبطه، بس حصلنا لنا 100 كذا هديه. حبه حبه نطور، صار شخصيتي 22 مجرد المحاوله. شكله ضروري جدا اجيب الحداد صراحه، لان جدا بطيء التلبيل فيها. خلينا نشوف عرض الزواج اللي جانا. ازينا ماري نوجان فروم يور كلان، اكسبت على طول كذا، ما يمدينا نشوف البنت. طيب اشاور اخوي. طيب صراحة انا يوم رفضت المرة الاخيرة جاي يكلمني يا شباب كذا بعد الحلقة، قال يا ابن الحلال ايش فيك؟ جايين يخطبوني الناس. قلت له ابن الحلال ما يصير، ترى انت رجال يجون يخطبونك. قال لي ايوه انا معروف بش اسمه بشهامتي وكذا، معروف عند القبائل. المهم ما برد تيس اصلا، كذا كذا ودنا نزيد العلاقة معه، نعطيها اكسبت. والف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. والله لا لازم نغشي الشاشه يا شباب، ما يصير يعني، انا اشوف عادي بس انتم لا. الله اكبر الله اكبر، شوف سين يا شباب. On the 7th day of summer، والله ما انتبه للسنين ولا المواسم. الله اكبر عليك يا توجع، عرس اخوي والله. شوف الكلان حقنا على اليسار، شوف المشاهد الجميله يا شباب، تعطي روح للعبه والله. الكلان حقي والكلان حقه كذا، تعرف يوم يجيك دعوة زواج عائلة فلان وعائلة فلان. الله أكبر عليك، وينك المعرس؟ نبارك لك. أزينة مرد نوجان، أوكي عرفنا اسمها زينة. تعال العريس، وينك؟ ستينجت سنالة، شهر عسل في سنالة، أبشر بالخصم على المعصرة، نضبطكم طوال شهر العسل. بعدين تعال تعال تعال، أنت كم دفعت يا وسخ؟ أنا رافضيني والله، لا اروح اشبكها، هذا يعرف يشبك الظاهر، عليه لسان، عليه لسان حلو. ما عليكم من شكله، والله الاسلوب يلعب دور، الاسلوب هو كل شيء. تكفى قول لي المحل الثاني بس يجيب لنا فلوس. يا اخي والله ببيعك، والله ببيعك ترى. الحين بتقوم الحرب ولا لا؟ ودي اخذ قلعه، ودي اشارك. صح جاني كومنت يقول لي بخصوص القلعه حق فسترم اني شاركت وما اعتبروني شاركت، قالوا لي الجيوش كانت موجوده وخذوا، انت جيت ك مساعدة أو مساندة، المفروض أنك تمشي مع الجيوش من قبل لا توصل القلعة. فشكرا للي كتبوا لي الكومنت برضه عن هذا الموضوع المهم جدا، فلازم أني أنشب الحين للجيوش. أنا كذا كذا ودي أقابل أنكد هذا اللي قال لي تعال في نهاية الحلقة الماضية. والله يا شباب شوف اللي يخرب بيته، زابن زابن هنا، أروح القرية هذه اللي هي صغيرة حافظة ما يحتاج. هذه حتى لو تلاحظون أنا ختمت الحلقة الماضية وأنا أحاول أكلمه بس ما قدرت، ما أنا بقادر أشوفه أنا. ويوم أجي أوقف عند القرية انا صراحة شكلي بلف لفة طويلة عشان ابيع الخيول، ولا تدري خلاص ببيعها في سنالة. كيف سرعتي 5.4 وعندي مليون خيل؟ 70 خيل، انا جبت 50، خلينا نشوف ال 50 كم يجيبون لنا. يا اخي ما في ذاك الربح هنا، خلينا نبيع 30 خيل 8000 تقريبا، لان صراحة مشوار اني ابيعها في المكان هذاك. ايوه هو ده ساوث امباير ديكلير وور، والله هذه هذا الحرب اللي أكلمكم عليها. هم اللي أعلنوا الحرب وقوتهم 4500 وحنا 6500، يستهبل هذا؟ والله هبل هذه. الظاهر واحد من عيال القبائل كان عنده ثار ولا شيء وراح وشعل لها هناك، قتل لها أحد، والجماعة هذول زعلوا وقالوا والله نعلن الحرب. أدرم هاز كرييتد أن أرمي، صح؟ أيوه هو ده الكلام. لا 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 الحين صار بالأحمر، نكون حذرين. حلو في ميشن هنا يخدمنا، ديليفر تو هاي بار، والله ما ادري ايش اعطيتني بس ابشر راح اوصل لك اياه. هو بار هذه على طريقنا، فكذا كذا احنا طالعين. هذا هو ذا بريور، ايوه هذا التاسك اللي هذا، هات الفلوس تكفى تنهد. حلوين 1800 6 من 6 علاقتي معه. ما في اي ميشنات هنا، ما في اي شيء. يا اخي ديزرت هورس برضه رخيصه يا شباب هنا 170، خلينا نشل اللي نقدر عليه 50 ثانية. عندي تطوير في التشارم بسبب اني خلصت الظاهر مشنات وكذا، ممكن احصل ريناو اند انفلونس لكل مشكلة نحلها، واحد ريناو هذا ممتاز صراحة، او انفلونس بس يزيد من المعارك 30%، اكيد راح اختار هذا. هذا وانتد حلال المشاكل، بنحل مشاكل كثير ان شاء الله. الحين وينك يا ادرم؟ اوكي هذا هو جاينك يا ادرم،
خلاص عرفنا يا بالحلال عرفنا. يو نعطي هكس ديكلير وور. اوكي وهذه عرفنا بعد. انا ما اريد ادرم، اريد انكد، دائما لخبط بينهم. يا صديقي انكد وينك ليفينيا؟ خاطري اعرف وش تسوي هناك. بس يكون في ليفينيا هذه، لا ما حد هو هنا، ما حد الا سونا. سونا من هذه نكلمها. ما شاء الله تبارك الله، وش الحلاوه ده. اي نو موتشنج، بخصوص المشن الرئيسي ما في الا موتشنج. هذا موتشنج اللي هو ملك الخوزيت. طيب لو سمحت يعني كم العمر؟ 21 سنه بس مهاراتها لك عليها يا اخي. خلاص غض البصر بالحلال، قلنا اروع اروع. بعدين تسمع علوم المهب طيبه علينا. خلينا نشوف انكد يا اخي، لعله عسى قرر يطلع. المشكله في جيوش كثيره عنده. يا شباب اعطوني حل تكفون، ابى اكلمه والله من الحلقه الماضيه. شوف انكد بارتي، هذا هو موجود، تقدر تشوف تفاصيل كلها. ويت، والله ما في الا الويت. الله متحبس لك متحبس لك. بتطلع يعني بتطلع في حرب، يعني مستحيل التم جالس هنا. ايوه تعال تعال تعال. ادرم ادرم كان مفروض اتابعه يا اخي. الحين لو رحت شاركت ما راح يعطوني القلعه هذه لو خذوها. في حرب طاحنه هنا. اوه بياخذون قلعه ثانيه. بس والله اني اشتقت لجو الحروب. كم عدد قواته يمديني اشوف؟ يا الهي 203 و400 جريح. والله هذه لو خذوها تقريبا هي القلعه الاقرب للعرب. واضح انهم مسيطرين على الجماعه هذا. كان قلعهم نقصت، ظاهرنا في حرب. لا ظاهرنا كنت اشوفها كذا مع القلاع الثلاثه. هنا تبقى المدن بس يوم ترفع الكاميرا اكثر. شيت مشن اللور تيس. يا تيس يا تيس، باقي عليه يوم واحد. طيب وين القاك يا تيس؟ جالس نمشي الوقت. انا هنا عند شو اسمه ذا قروس. سوري وين هذه؟ هذه اوكي هو موجود هنا، كان موجود هنا، عاد دورني الحين. المفروض اني اقدر اشوفه. انشغلت بشوفة الحرب هذيك. يا رب اني الحق يا رب اني الحق. الظاهر انه في اخر لحظة ما حد هو مش موجود. لاس هنا فوسترم بيمشورني. خلص خلص الكوست علي راح. هذا هو هذا هو الظاهر. تيس بارتي تعال. تكفى تكفى. ايوه كفو والله التفت لي. About the task you give me here the camel. خذ 2100 فكني من شرك. 2 skill point in charm. يا سلام وصلنا 58 charm. علاقتي مع بنو خلد كلهم زادت. ممكن كلمة يا شباب نقول له نبغى نتطور مور ذان مجرد يعني مرتزق في طريقة. بلج ماي سيلف تو فيسل، اكون تابع لكم. وهذه مرحلة افضل من انك تكون مرتزق للجيش. خلنا نشوف ايش بيقول. اتوقع ان هذاك بيقولي نفس الشيء انكد، بس انه زابن ابن الذين. فخلنا نجرب مع هذا. يو ود نيد تو توك تو انكد. يخرب بيتك، شوف الابتسامة اللي اعطاني اياها كانه يعرف وش جالس اقول. والله ايه واضح انه ما راح نفتك من انكد. خلاص توكل على الله يا بالحلال. طيب وش صار على القلعة هذيك؟ شلوها؟ افا انسحبوا. والله واضح من عدد المصابين انهم ما بيقدرون، شكله من جلد وجلد. في كوست ثاني اللي يجيب له 11 شو اسمه ذا. يقول لي الحارس معك اسلحه كثير، سلمني اياهم ويوم تغادر راح اعطيك الاسلحه. كلير ذا واي يا اخوي توكل على الله. This is my last warning، هذا انذار الاخير. طيب انا عندي مشن داخل. If there is a fight I'll be fight. كيف فايت يعني حارب العرب؟ يا رجال فايت. The guard won't come after you. We don't want any trouble here. Go on. خلاص ما اريد اي مشاكل معك، ادخل. الحمد لله يا رجال، اقسم بالله خفت يجري بدون عيني. وين هذه رايت المشن؟ تعال هذه مهب عربية هذه. هذه ممكن تنقلب على فسترم. شوف الولاب الاحمر جالس يغمز اللي هو اللويالتي. فاتوقع الاسلحة اللي المشن اللي طالبتني اياهم، انا جايب 5 حتى مش 11، باقي 4 ايام. هذه جانج ليدر يعني رئيسة عصابة في فسترم. فممكن لا والله والله انا صادق الحارس صراحة، والله انا صادق الحارس. كذا انا اساعد على الانقلاب ضد العرب في فسترم، الحكم هذا، لانهم لسه ما تعودوا على حكم العرب، عرفت؟ ما زالوا من المملكة هذه. اي يا بنت الذين. وناخذ منها المشن. اصلا انا اخذت المشن كان على بالي ان خلاص الشخصيات الام بي سيز اللي موجودين هنا هم عرب. في قلعة تحت الحصار يا شباب ولا؟ اي والله. خلنا نشارك. هلب ديفند. يا سلام، نساعد المدافعين، هذا الكلام اللي اريده. طيب هذا لسه ما اخذوها للاسف. من الديفندرز؟ دقيقة يمديني اشوف من هنا. بروسبرتي ديفندرز 300 بس. والله يا شباب في شيء غريب، 700 قوة هنا وانكيد جالس بقرابة 2000
جندي هنا، يعني كأنهم يقولون القلعة هذه ما نبيها. جالس يسوي ركروت يجيب له جنود. انكد هاز كرييتد ان ارمي اراوند. اخيرا طلع من الجحر، اخيرا. بدري يخرب بيتك بدري. صبر تعال خلنا الترقية. وين رايح هذا؟ 178 جندي يخرب بيته سريع. اصبر لي يا طيب، كأنه وقف. توك تو ذا ليدر. توك يقول سعيد ان رسالتي وصلتك. ار يو انترستد ان ماي اوفر؟ والله ما ادري وش الاوفر حقك بس اكسبت. او ريبيت ذا وورد اوف اوث، ما ادري ايش اسمه. المهم ردد وراي، اقسم بالله العظيم ان اكون مخلص. هذه الكلمات بس كذا بالانجليزي، عرفت؟ ممكن تعطيني شويه وقت افكر الموضوع؟ والله ما في افكر، اقسم بالله العظيم. عطى انا اقاتل اعدائك واوفر الامن والامان والماي والاكل وكل شيء لاصدقائك. المهم واني انصاع لاوامرك واحكامك واخلص علينا بمبادله ولائك. كوماند اوف سم اوف ماي بيست من راح يعطيني قياده افضل الناس عنده او افضل القوات عنده. اقبل مني هذه الهديه اللي راح تخدمك في المعارك. هات كثر من الهدايا هذه، كثر. 5 فرسان. الفارس هذا تقريبا انه من اقوى اللي يتطور، يكون 260 صح؟ لا الرمح عنده 200. والله ما هو بشين. حاليا كم هو؟ حاليا 100 في الثروينج، 100 في الرايدنج، 100 في الرمح. هات يا رجال هات، بس زود الفلوس لو سمحت. الدينارات تكفى. وخيل واحد بعد كم سرعته؟ 65. هذا خيري. اي والله خيري هذا. يا مرحبا بك خيل اسود بدل الديزرت هورس هذاك اللي انتاجر فيه. هذا طيارة في المعارك بيفيدني. 50 اسمه، 50 سرع. تير 3. لا ممتاز. هذا التحكم بيكون فيه ممتاز في لفلفه وكذا. دمك هو دمنا يقول. ممكن الحين تشرب من الآبار حقنا في المدن وتأكل من ثمار أشجارنا. أوه والأهم من هذا كله إنك تجمع إراداتك من القلاع الظاهر والمدن. هذا اللي نبى نوصل له. أنت أخذت الخيار الصحيح أو القرار الصحيح من ضمامك. اخدمني جيدا وراح أسعد حياتك، راح ترتفع عاليا. اي ثانك يو ماي لورد. عطنا حق النمر هذا، عاجبني يا اخي. انيثينج ايلس؟ فيه مشكله قالوا لي عندك ولا شيء؟ ايوه الحرب مع المملكه الجنوبيه يبغى يشوف البنر حقنا فوق التاور حق مورينا كاسل. يعني باختصار يباني احاصر بس ما عندي القوه الكافيه. يا شباب يعطيني 20,000 وقول لهم ان قلعه مورينيا راح تكون حقتنا في خلال 60 يوم. يخرب بيت ابو طناختك، في خلال 60 يوم هذه اوعدك راح اجيبها. بس نوت ناو. دقيقة وين مورينيا هذه؟ والله يا انه حاط العين عليها. خلنا نشوف هذه، ما يمدينا نشوف الدفاعات اللي فيها وكذا. هو موجه لها الظاهر. دقيقة خلنا نمشي معه. جوين ارمي وركشوب انكم 77. حلو. ليه واقف يا طيب؟ gathering near Avalbas. ينتظر الجيوش الظاهر. مشكلة سكاوتنج حقي سيء، ما يبين لك الا المنطقة هذه، فعشان كذا ما نشوف اي شيء حاصل. الظاهر انه بديه الجيوش حاليا 230. خلنا ننضم البداية عشان لا يقول بعدين ايش والله شاركت في النهاية. كلان منبر الحين ما في سالب واحد حق المرتزقة، هذا صار كلان منبر ان ان ارمي بسبب اني مشارك في جيش شو اسمه انكد او اي جيش. فالحين يعطيني زائدا في الانفلونس او النفوذ زائدا 60.60. المهم انه ما ياخذ علي سالب بس فلوسي. والله حلو المحل يدخل 100 الحين، ولكن رواتب عمالي مثل ما تشوفون او حلو عمالي متعود على البنشت. رواتب جيوشي 455. اوه جانج ليدر نيد وبن. يخرب بيت اذلف هذا اللي بينكبني كان في دقيقة. السجن. في خبر يا شباب وصل انهم يطالبون السلام. ايش ب 450 دينار؟ دي اوفر يو 100. انا ايش؟ اوكي ثواني، في شيء غلط صاير. هذا جيش اروع. هلا والله هلا. دقيقة يا هو. ليذ ارمي نرحب. يا هلا ومرحبا ومسهلا. السلام عليكم سترينجر بيست تو يو، وات از يور نيم؟
سو نفسك ما تعرف، أنا الثقيل. My name is wanted مدام، لا ما يجي مدام. They know me as wanted marked down، يعني سجليه وراح تسمعينه كثير. I am أروى of بنو سران، والله نعم. A clan of العرب. I'm glad to meet you. I'm glad to. Can you tell me anything about battle؟ لا ما في anything. Okay. الحين يا شباب قالوا لي لازم تجيب راسها. فعندنا الخيار الأول إن في شيء نريد أن نناقشه. أما الخيار الثاني صراحة سعيد إن فيه لقينا فرصة نتكلم فيها مع بعض. ليه سعيد؟ خلنا نقول يلا سعيد إن هذا. أوكي. الله يستر. Yes, it's good to have a chance to get to know. برضو أنا سعيد أن حصلنا فرصة نتعرف على بعض كذا. حلوين. إلهي إيش هذا؟ هذا بار الخيارات يا شباب، يعني توزنها صح انك تجيب راسه. باختصار عندك لازم تعبي ثلاث هذا المخاوف مني. اي 3 succeed. tell me about احكي لي شوي عن سواليفك. اكيد ان مريت باشياء غريبه، سويت شغلات كذا من هنا ومن هنا، فخبرني واوعدك انه ما راح انصدم. لا واضح البنت حبوبه تبالها سواليف، عرفت. طيب ايش الخرط اللي بنعطيها اياه؟ عندي الخيار الأول، أنا سعيد أني أعيش في فترة أو حقبة زمنية أن المحارب يمديه يصنع لنفسه اسم، وهذه معطيتها 89%. ليه 89%؟ ما في شيء غريب. ممكن أقولها الخيار الثاني هذا فعلا الوضع صعب، ولكن هناك الكثير من الفرص إذا ما أنت بخايفة يعني أتوسخين يدك. خلنا اختار هذا. حلو. أقول لكم يا شباب لعباتي، I see. ما بين المتابعين لك، حلو المتابعين هذا followers، التابعين لك وعدائك، أكيد أنك قابلت ناس يعني interesting، عرفت. ممكن هنا أقول لها في تنوع من الأشخاص اللي شفتهم، بس أن عجبتني الجملة اللي ما بتصدقين إذا قلت لك زي كذا وكذا وكذا. المهم وسكسس. I see. Some people say you will go far. بعض الناس يقول انك بتوصل فوق، واذا وصلت للقمة يعني الى موضع قوة وكذا من الحكم الظاهر، what would you do؟ ايش بتسوي؟ هذا عليها اكس. طيب نسحب عليه نشوف هذا 100%. عندي لسة طويلة، هذه اكيد راح تعجبها. عندي لسة طويلة، جواب حلو جميل جدا 100%. يعني اوكي النسبة هذه اللي تظهر تساعدك. I see. It seems we have a fair amount in common. يا سلام سلم، يعني فيه علاقة وشغلات مشتركة بيننا، ممكن نتكلم في وقت لاحق يوم نلتقي بعدين. السلام عليكم. بس كذا ننضم إلى البارتي وقلبي يرفره. خلنا كذا نجيها بعد شوي أو بعد الحرب ونصارحها. وات؟ ليفاني أخذوها؟ يا وسخين، جالس يجمع في ذا الجيوش. طيب بما ان السالفة تجميع جيوش، ليه ما اروح ازيد لي انا جيوش؟ المشكلة ما عندي فلوس، والخيول لازم اني ابيعها في بوروس. ليه ما ارجع له؟ خايف انه يشارك في حرب. ايوه حلو. وين وجه؟ وش تقول ذير؟ وش قال تارجت هناك؟ بعدين قال بتر تارجت هنا. 300 انضموا معانا ولا؟ هلا بي. حلو يوم كذا والله وده يرد. طيب هناك في 300 بلد يعني من بداية شو اسمه حضرت من بس كسر صغير صراحة، جاي القوة من هناك. تعالوا يا بعد شبدي تعالوا، تحرك ويعرف ان هذا قريبين، عرفت، فالتقوا في الطريق. شغلة حلوة صراحة. انكد decided to make peace. الله يخرب بيتك. peace ايش peace؟ صلع السلام. we should patrol this area for a while. الله يخرب بيتك يا غبي يا أهبل يا أنكد، والله اني ما ألوم هذاك يوم يطيح فيك تيس. استغفر الله العظيم وتوب إليه. طيب وين أروى؟ بس وين أروى؟ أروى بارتي وراها. تعالي سريعة يا ولد. wanted my greeting to you. so then what is it؟ ايش اللي what is it؟ ايش اللي ايش عندك كذا؟ خربت اسلوبها البايخ يا شباب. خلاص ما في شيء، must leave now. ما في شيء، يلا مع السلامة. واضح ان جيناها بدري. later that same evening. خلنا نجرب further together. اوكي ودنا نكمل سواليفنا. I've been thinking about that. حتى هي تفكر كذا. حلو. انا احب الوورير او المقاتلين او المحاربين اللي يبثون الفزع والخوف في قلوب اعدائهم. هل انت من هذا النوع من الرجال؟
عيب والله عيب، ما يبين ما يبين يا شباب. Perhaps you had story about me. يقولها أحس أنك سمعت أخبار علي دامك قلتي كذا. الله أكبر. I am happy to hear that. سعيد أنها تأكدت. أوه يا شباب جابتها على الجرح. لأكون صادقة معك، عندي خطط أن الشخص اللي يتزوجه عنده دخل للدعم، بس دعم إيش؟ دعم المملكة قصدها يمكن. I have a plan to rise the world. عندي خطة أني أوكي عندي خطة هذه ما تمشي. I shall win you the riches you deserve. أيوة راح أفوز بالمجد والغنى اللي راح يوفر لها إياه، أو بموت محاولا ذلك. إيش رأيكم بالجملة هذه؟ شكلها أفضل. شوف الوسخ معطيني النسب كلها متشابهة، يعني لحالك يا حبيبي دبر نفسك. أنا صراحة أختار هذه. الله أكبر. I'm happy to hear that. باقي آخر محاولة، يا رب أنها تضبط النسب. أول واحد ثالث واحد متشابهين. I think you should try to win my family approval. أفا لازم أنك تروح تكلم أبوها وتكسب رضاه. طيب حنا الشباب قالوا لي في الكومنت أنك توافقين على 1000 يا بنت الحلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، نكبتوني والله يا الربع. والمحاولات والتعريق هذا كله. الخيار الأول أنه يقول لها لعل وعسى إذا عرفوا بولائي راح يوافقون أكيد بي. والخيار الثالث لعلهم لو عرفوا المزايا اللي فيني راح يوافقون. والخيار الثاني لا تخلين أي أحد ولا حتى أهلك يكونون بيننا. الله كم بتوين أس. والله هذه يا شباب احترت فيها للأمانة، يعني تشابه كبير جدا بين الخيارات. أنا أقول ولا بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله خلاص. Ahead our family need to give his blessing. الحين بس مباركة أبوها، بس مباركة أبوها. يعني نروح نكلمه وأنا كأدرم قبل الحرب دام الوضع في سلام. قبل 8 أيام شافوه في ريزي هذه. خلاص أمشي معي يا بنت الحلال أمشي. جوني على الجيش جوني. أحلى شيء الحين كمرتزق وصلنا رازي إن شاء الله نحصله. عفوا أول كمرتزق كان سالب 1، فالحين 15 هذه ما راح تنزل. بالعكس كل ما أروح أقتل من قطعين طرق كل ما راح يزيد. فالإنفلونس هذا راح تشوفونه يزيد بصورة كبيرة جدا عندي. تعال نسيت هذا اللي فزت به من البطولة أنا. والله شكله كويس هذا يجي منه. ودرع أفضل. تالية محاربتنا تستاهل. وين شارد يا قلبي وين شارد مالك والله مهرب. والله 5 انفلونس يا سلام سلم. النفوذ كذا والله بسهولة راح أوصله فوق. قلعة أروى وبوها موجودين في قلعة شو اسمه هذه حصن. يلا توكلنا على الله. توك لا وبشركم معي 100 حصان الديزرت هورس هذا اللي بتاجر فيه في حال ساءت الامور. خلنا نعطيه المنظور الداخلي افضل على القلعة الجميلة هذه. الحين هم هنا ولا هنا؟ ايش سالفة الشعب كله كذا؟ يا ادرم وين البنت طيب؟ هذه ايش تسوي؟ تقرا قرانة يا شباب. الله ما شاء الله قلبها عامر بالايمان. يا ادرم صح صح يا ادرم صح صح جايينك بموضوع حار. What is it؟ وش عندك؟ يقول لي I heard you need some help. There is something I'd like to discuss. في شيء اريد اناقشه معك. وش عندك خبرني. والله حبيت ان نقوي علاقة عوائلنا مع بعض كذا بالزواج. And whose hand يد من هذه اللي حاب تقدمها؟ يدين عندي. My own hand. Yes, we are looking for suitable marriage for Arwa. أيوة حنا نبحث عن رجل صالح وشجاع زيك يا وانتد. Very good. حلوين. وين 1000 دينار يا شباب؟ وين 1000 دينار يا شباب؟ هذه 1000 دينار. خبرني خبرني. لا أنت اللي كتبت الكومنت خبرني. والمحاولات هذه كلها معاه 1000000 هذا ولا 15000؟ 159000. والله ما لومهم أعطوك المملكة هذه. قال لي 1000 دينار حقك هذه بلها وشرب مويتها. Better offer is rejected. طيب وين الأحصنة اللي معي؟ والله أنا معي أغراض يا شباب بس ما أدري ليش. دقيقة شكل ما منك فايدة أنت. أرجع لتكيتك. تعال يا أروى. كانت تلمي أنا ثينك. لا يمكن هي اللي لازم أكلمها. لا يا ابن الحلال مش ذا.
يعني كل شيء مفول عندها يا شباب، ما خلاص مقتنعها الحد صاقع راسها، خلنا ببيع الخيول وبرجع بمهر طيب. الظاهر هذا الكلام اللي تقولونه في اصدار قديم مهب 1.8 يا شباب، خلاص نظام اللي شبكها وبعدين بألف. والله يا المهور غالية يا أخي. رجعت يا شباب معي 18,000، والله أحسها ما تسوي شيء بس بحاول. البنت راحت باقي أدرم، يبغى إيش فازيليا كابتشرد. دقيقة دقيقة، يمكن علاقتي معه لازم تضبط. فازيليا في ثنتين يا طول العمر. أوه يبغى يصيد البنت هذه. آخر مكان شافوها والله قريب من هنا، بس أنا جايك في موضوع ثاني يا طول العمر. Wanted migrating to you. هنشوف. والله حتى ولا زادت شعره، هذا البار مفروض يتعبى. كم المهور يعني في اللعبة؟ المشكلة ما يمديني أعطيه أي شيء غير الفلوس. تعال خلنا نشوف المشن حقه. يقول بيني وبين هذه البنت علاقة سيئة جدا من فترة طويلة، وطول ما هي عايشة أعرف أن الأراضي حقي وضعها في خطر وحياته برضه في خطر. أدري أن المهمة صعبة، ولكن إذا قدرت تجيب رأسها راح تكون شخص غني وراح يكون الكلام كثير. عندك سنة كاملة تجيب لي إياها. أوكي خل 5,000 عندك. 5,000 والله شوي، بس بشوف الجيش اللي يمشي معها. أنا كذا كذا بكثر جيشي. نشوف فاسيلا هذه، إذا تكون أبو 1000 جندي هذه. توك تو ذا أرمي ليدر. لا هذه بتراي. حلو الأسهم هذه اللي تظهر على الأرض تقول لك القوات الكبيرة اللي كانت تمشي من هنا. الهدف اللي نبيه مشارك في الحرب هنا. هذه فازيلا معها 86 شخص، والله يمدينا عليها. بنتحبس لها. ايوه طلعت فازيلا زابنا هنا في وسط الجيش. خلينا نقابلها. اوه دو يو ثينك يو كان هانت مي لايك انيمال شت. تقول لي انت واحد ثاني من جنود ادرم، ما علي بتنفصلين وحنا متحبسين. وربي انها زابنا. باكي يا شباب بعد فرة طويلة من الشمال الى الجنوب، ابغى احل مشكلة اسكر. طبعا جاني شعار غريب قبل شوي، ما ادري صراحة يجي ويختفي على طول، انه يبون تصويت انهم يهجمون على الخوزيت. الخوزيت وين الخوزيت؟ الخوزيت سلمكم الله فوق اخر شيء، هذا المناطق اللي لسه ما جيناها، بس لو في حرب بتكون حلوة لانها داخلة نوعا ما في مناطق الثلوج. ف والله يا اني انتظرت كثير على الحرب في مناطق الثلوج. ستيوارد يزيد عندي بس ظاهر بفرفرتي مع الجيش اني ارى لصوصا هنالك، وهذا واقف ظاهر انه يحتريني، فانزل دعينا على السريع. نو جستس، ارسل مراسيلك. وعلى طول انفلونس في الطريق. والله يا اني عبيت، شوف وصلت الى 90، طالما انه ما في شيء ينزله بالسالب مثل عقد المرتزقة واموري في السليم. وفي بطولة في اسكر بعد، يا سلام. على طاري بطولات يمكن مريت على 4 هناك. اتوقع اني دخلت في الصدارة، بس المركز الاول للامانة طاير. اي والله المركز الثاني انا بس متساوي معاهم، فالحين راح ازيد عليهم باذن الله. ولكن انا جيت ابغى اشوف في بروري ثاني مسبب لي المشكلة هنا. في مشكلتين لا ثالث لهم. المشكلة الأولى أنه ما في جرين، لكن فيه جرين، ولكن إذا بدلت منتج ورجعت منتج بيكلفني 4,000، وهذا حل أفضل. أخسر 4,000 أفضل من أني أخذ 6,000 وبعدين أدفع 14,000. نتوكل على الله ونبدله مثلا هذا وبري، بيكلفني 2,000. فمش الوقت شوية، نحن نرجع للمحل هذا. There is one more brewery in this town. شوف يقول لي هذا السبب. والله اني دريت انك راس البلا، والله ما في تاجر غيرك. طيب ما في مجال يا شباب نشتري منه هذا؟ بيع ابو المحل يا رجال. هذه اول معركة يا شباب اشوفها داخل المدينة. مجرد باندت حصلتهم عاديين، هجمت عليهم جاب لي المعركة داخل. اما يرمون الاحجار، شاركت معاهم بس الروح المعنوية. والله هم فايزين. الله اكبر، والله في كثير ما طورتهم صراحه، يبالهم تطوير. هذا مكرش ليش هذا؟ تعال يا ايش اسمك انت؟ ميليتري ارشر. يلا ما عليه، ما يركض كثير من بعيد كذا. والسلام عليكم. اتوقع اكيد وصلت المركز الثاني 27.
و53 المركز الأول. هذا صراحة مشوار على بال ما نجيبه، ولكن اللي يهمني أنا وصلت المية بحيث أني أقدر أدخل في السياسات وكذا. شوف الحين أقدر رأيي له يعني بروبوز وكذا، لي كلمة يعني في المجتمع. حتى الزواج ما تم، هذا الأم الحلقة اللي ما توفقنا فيها، بس يلا زوجت أخوي شمسان. بروح باخذ لي بيرة من عند شمسان، تنسيني الآلام والمواجهة. إن شاء الله أنكم استمتعتوا في هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات أجمل. شكرا من تسمين القناة، وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.